جرى تعويض المواطنين 17,000 دينار عن قيمة المواد الغذائية غير المجهزة خلال الأشهر الماضية. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة لصحيفة الصباح أن الوزارة شكلت لجنة لغرض تعويض المواطنين المشمولين بمفردات التموينية بمبلغ 17,000 دينار عن قيمة المواد الغذائية غير المجهزة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي. وأشار المصدر إلى أن اللجنة تعكف في الوقت الحاضر عن جرد الأسماء وإصدار صكوك لغرض صرف المبالغ للمواطنين عن طريق وكلاء التموينية في بغداد والمحافظات. يذكر أن مجلس الوزراء خول وزارة التجارة في وقت سابق صلاحية توزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة بين المواطنين للأشهر السابقة. في الختام، لم يتبقى